نبتدي مع أول خبر اليوم وهو مؤتمر حول إعلان منتدى الاتصال الحكومي، ونشوف معاكم تفاصيل إعلان الإعلان حول هذا المنتدى مشاهدينا. أعلن مركز الشارقة الإعلامية خلال مؤتمره الصحفي الذي أقيم في مسرح القصبة عن تفاصيل برامج وأنشطة وفعاليات الدورة الثانية لمنتدى الاتصال الحكومي 2013 الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحت شعار تواصل فعال خطاب موحد خلال الفترة من 24 إلى 25 من فبراير القادم في معرض إكسبو الشارقة. وقد تحدث خلال المؤتمر كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي ومدير المركز السيد أسامة سمرة، حيث قام بالإعلان عن الموضوع العام الذي سيتناوله المنتدى هذا العام، ومن ثم استعراض برامج المنتدى وأسماء المتحدثين فيه، وذلك بحضور جمع غفير من الإعلاميين وممثلي الدوائر الحكومية في الدولة. منتدى الاتصال الحكومي الذي أقيم في العام الماضي خرجت منها عدة توصيات وطبقت هذه التوصيات. يمكن أهم التوصيات التي خرجت من منتدى العام الماضي هي إنشاء وحدة اتصال حكومي في الدوائر الحكومية، ونحن لله الحمد يعني خلال أقل من عام أنشأنا وحدة اتصال حكومي في مؤسسة الشارقة للإعلام، وكانت تجربة فريدة من نوعها وإن شاء الله تطبق على الدوائر الثانية. منتدى الاتصال الحكومي في دورته الثانية لهذا العام الذي سيقام في 24-25 من شهر فبراير في مركز إكسبو الشارقة تطور كثيرا عن منتدى العام الماضي من خلال ما يطرحه المنتدى في هذا العام من جلسات عمل وما يضيفه من ورش عمل وما يضيفه أيضا من جلسات حوار وخطابات مؤثرة. لعل الشخصيات التي ستتحدث في منتدى هذا العام ستضيف له الكثير. المنتدى يمتد على مدى يومين ويضم 10 فعاليات رئيسية مقسمة إلى 4 جلسات حوارية وجلسة دراسة حالة وجلسة حوار خاصة، إلى جانب خطابين مؤثرين. وتتمحور جلسات منتدى الاتصال الحكومي 2013 حول وجوب التغيير في أسس الاتصال الحكومي اليوم، من الحديث إلى الجمهور إلى التحدث مع الجمهور، وضرورة المرونة في هذه الأسس في ظل الحراك الذي يشهده العالم بشكل عام والعربي بشكل خاص.